السلام عليكم. ازي حضرتك؟ ازيك؟ عامل ايه؟ صباح الخير. طيب ايه القمر دي؟ ربنا يخليك. شكرا. اسمك ايه؟ رؤية. وده ابنك؟ تعال اقف معاهم هنا. تعالي يا رؤية، في جنب هنا. معلش انت كنت بتاكل، انا اسف. انت رؤية عندك كام سنة؟ عندي 11 سنة. وجايين هنا في شكال مانيال؟ لا، احنا كانت هنا بتاخد الجرعة بتاعتها وقلنا ننزل. بتاخد ايه؟ بتاخد الجرعة بتاعتها. هي بتاخد ايه؟ هي عندها كانسر. حبيبتي انت عندك كانسر؟ طب ايه يعني، انت تبقى زي الفل ان شاء الله. انت كام سنة؟ 11 سنة. 11؟ انت زي القمر اهو، بس الجو برد. بس الكمامة. حبيبتي عندك كانسر في ايه؟ العظم. في العظم؟ بتاخد جرعات كل قد ايه؟ تاخد جرعة كمامة كل 15 يوم. كل 15 يوم؟ وكان معانا النهارده. وبتتعب بقى ولا ايه؟ يعني بتاكل عادي؟ لما بتاخد الكيماوي بتاعها بتتعب، ومناعتها بتسقط خالص، وبتاخد دم برضو، لانه هو يعني هو كل تسلطه على الدم عندها. فهي بتاخد دم على طول، يعني ممكن نقول كل اسبوع او كل 15 يوم برضو بتاخد نص كيلو او كيلو دم بس، وبتاخد الجرعات بتاعتها وباخدها وبروح. ساعات بنقعد وساعات بنروح كده يعني. انتوا مروحين النهارده ولا هتباتوا ولا ايه؟ لا، احنا كنا جايين من الساحل صراحه، وكنا هنرجع تاني المستشفى عشان عندها دم هتاخده. يعمل لك نقل دم؟ بتاخد. انت هتبقي زي الفل ان شاء الله. انت كويسه؟ في سنه كام؟ انا في سنه سته. سنه ايه؟ سته. ونفسك لما تكبري تبقي ايه بقى؟ دكتوره وتعالجي الاطفال. عايزه تبقى دكتوره اورام. دكتوره اورام؟ بتقول لك اعالج نفس الاطفال اللي زي كده بالظبط. بتعالجي في مستشفى 57 57 57. اقول ايه غير ان احنا بدعو بالشفاء لكل اولادنا في وسط الناس كده. انا شايف القمر، الورده الحلوه دي، اللي خلي بالك يجي له مرض يقول يا رب تبقي زي الفل ودكتوره، وانت اخوها قول لها تخفي. يا رب تخفي. والله تخفي. يا رب تخفي. قول الحمد لله. الحمد لله. وانت قول للناس انا كويسه. قول لهم انا كويسه. ها؟ انا كويسه. واخف. وابقى دكتوره. ابقى دكتوره. يا رب يا رب تكسب معانا الجايزه. ايه رايكم بقى؟ اتعالج من 2018. يعني ايه بقى لها 4 سنين عيانه؟ بقى لها 4 سنين في المرض. بس حالتها كانت يعني تعبانه ودلوقتي احسن. هي كانت الاول ما بتوقفش وما بتمشيش. اجيب لك كرسي تقعدي؟ لا لا، الحمد لله. الاول ما كانتش بتقف، ما كانتش بتمشي، ما كانتش بتقدر تعمل اي مجهود خالص. يعني دلوقتي الحمد لله احسن من اول بكتير. في ايام ونفحات رمضان بنبقى زي ليله القدر. مين يكسب معانا جائزتنا الكبيره؟ يا ترى تروح لمين؟ تروح لمين؟ اسالك. يمكن تكسب الجائزه كبيره قوي. تكسب؟ تكسب طبعا ان شاء الله. طبعا تكسب. تكسب طبعا. طب سؤالنا، المعركه بتاعت ابو قير كانت بين مين ومين وسنه كام؟ معركه ابو قير البحريه، تعرف الاجابه؟ معركه ابو قير البحريه كانت بين القوات البحريه الانجليزيه وبين السول الفرنسي، صح ولا غلط؟ صح. طب سنة 1798 1900 2000 إجابة واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ 1798. إجابة واحد. هي في 2 أغسطس 1798؟ صح؟ إجابة واحد؟ 2 أغسطس 1798 بقيادة نيلسون الإنجليز مع الفرنساويين، صح؟ صح. تاخد الجايزة؟ تاخد الجايزة طبعا. مبروك تكسب معانا جائزتنا الكبيره قوي، كلام من ذهب. والبطله بتاعتنا اللي بتتحدى، اللي انا مبسوط اللي انا بشوفها، اللي هي عندها مرض ان شاء الله تخف، ان شاء الله تبقى كويسه. قولي يا رب اخف. يا رب. الجائزه جايزه كلام من ذهب 100,000 جنيه. 100,000 جنيه بتروح لبنتنا اللي هتبقى كويسه، اللي بتحارب المرض، اللي بتقاوم كل حاجه. مبروك ليكي. شكرا. الف مبروك يا ست. ربنا يخليك، كتر الف خير. أستاذ رئيس، وبقول تحيا مصر.
تحيا مصر، حلوه الكلمه دي من القلب والله، مبسوط جدا ان حضرتك على السوريين. احنا بنشكر السيد عبد الفتاح السيسي وقطر الف خير على كل اللي بيعمله لينا، وربنا يجازيه خير يا رب ان شاء الله. طبعا اشكر كل شخص في 1957.